فجدد الترحيب بكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم في تغطيه جديده بالتاكيد في هذا التوقيت ومع التوجيهات اللي كانت بتصدرها وزاره التربيه والتعليم خلال الايام الماضيه. الكل يعني منتظر انه يعرف ايه الاجراءات اللي بيتم اتخاذها مع بدايه العام الدراسي الجديد. خليني اقول لحضراتكم انه تعقد وزاره التربيه والتعليم مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، بالتاكيد هتتناول في هذا المؤتمر العديد من التفاصيل والاجراءات المنظمه للعام الدراسي، وبالتاكيد تفاصيل كثيره. كل هذه التفاصيل هيكشفها الينا الزميل محمود طه حسين مسؤول ملف التعليم باليوم السابع. اهلا بيك يا محمود. اهلا بيكي زميلتي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني بدايه انا عايزه اسالك ايه المتوقع انه يحصل غدا في المؤتمر الصحفي؟ هل هيكون هناك اي تغيير في المواعيد، سواء بنتكلم عن بدء العام الدراسي او اجازه نصف العام؟ بالتاكيد بدء العام الدراسي يعني لن يكون هناك اختلاف، لكن الاجازات وكل هذه المواعيد. في الحقيقه طبعا وزاره التربيه والتعليم يعني اكدت على انه العام الدراسي الجديد هينطلق الاسبوع المقبل السبت 1 اكتوبر القادم. طبعا يوم السبت هتبدا الدراسه في بعض المحافظات، مش كل المحافظات. المفروض انها تنتظم ان شاء الله باذن الله يوم الاحد 2 اكتوبر لجميع الطلاب، بواقع حوالي 25 مليون طالب على مستوى الجمهوريه. هتنتظم الدراسه في حوالي 60,000 مدرسه. طبعا ده بالنسبه للجزء الاول من سؤال حضرتك وهو المواعيد. بالنسبه للجزء الثاني المتعلق بالتفاصيل التي سيتم الاعلان عنها غدا في المؤتمر الصحفي، طبعا هيتم الكشف عن التفاصيل الخاصه باستعداد الوزاره والمدارس والادارات التعليميه لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والتأكيدات والتعليمات التي وجهتها الوزارة للمديريات التعليمية، منها طبعا تحقيق الانضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، وأيضا يعني تطبيق اليوم الرياضي الكامل على 25% من مدارس كل إدارة تعليمية، وأيضا التعليمات الخاصة بتهيئة الأجواء والمناخ الآمن والصحي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأيضا تفعيل حصص المشاهدة في المدارس جنبا بجنب للحصص الدراسية داخل المدارس والتي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس. صحيح. في جزئية هامة الحقيقة محتاجين احنا نتكلم عنها أكتر، وهي خاصة بالغياب، تسجيل الغياب الإلكتروني واللي هيتم تطبيقه. محتاجين نعرف إزاي هيتم تطبيقه وكل التفاصيل الخاصة بتسجيل الغياب إلكترونيا. الحقيقة هي الوزارة وجهت أو عممت كتاب دوري للمديريات التعليمية لتطبيق أو تفعيل الغياب الإلكتروني من خلال قاعدة البيانات الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. هناك تطبيق إلكتروني موجود في المدارس بيتم من خلاله إرسال التطبيق أو إرسال الغياب الإلكتروني للطلاب بشكل يومي وأسبوعي إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسؤول التطوير التكنولوجي في المدارس، وأيضا شؤون الطلبة، بجانب أيضا تطبيق الغياب من خلال السجلات. والهدف من حرص الوزاره او المدارس على يعني تسهيل الغياب الالكتروني هو تحقيق الانضباط، ويعني عوده الطلاب للمدرسه ومراقبه الطلاب خلال العام الدراسي القادم. في الحقيقه وزاره التربيه والتعليم لديها نيه كبيره تحقيق اكبر قدر من الانضباط خلال العام الدراسي، وده طبعا هيتحقق من خلال الغياب، تفعيل الغياب، وتفعيل ايضا يعني حصص الانشطه سواء الرياضيه او الثقافيه لجذب الطلاب، لان طبعا المدرسه يعني مكان مهم لبناء شخصيه الطفل في هذه او في المراحل التعليميه المختلفه. صحيح صحيح. طبعا دي جزئيه هامه جدا، تفعيل موضوع حضور الطلاب، لانه طبعا الطلاب ابنائنا الطلاب كلهم اتاثروا على مدار الفتره الماضيه، على مدار العامين الماضيين بسبب طبعا جائحه كورونا. كانت هناك نسب غياب، لكن ان شاء الله الفتره القادمه يكون هناك انضباط والتزام من كل الطلاب في جميع المراحل المختلفه. الكاتب الصحفي محمود طه حسين مسؤول ملف التعليم باليوم السابع، انا بشكرك على وجودك معانا وكل التفاصيل اللي اضفتها الينا. شكرا لك يا محمود. بالتاكيد هنتابع معاك بعد المؤتمر الصحفي. دي كانت يعني كل التفاصيل، وبالتأكيد هيكون هناك المزيد من المتابعة وكل التفاصيل التي هتحدث في المؤتمر الصحفي التي تعقده وزارة التربية والتعليم غدا الخميس. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.